السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع سيكون مشاهدينا الكرام عن بيان الخلية الإعلامية لمتظاهري محافظة كربلاء بعد القمع الذي تعرض له المتظاهرون في محافظة كربلاء ليلة أمس على يد القوات الحكومية والميليشيات باستخدام القنابل الدخانية والرصاص المتشظي أو ما يعرف محليا بالصچم، أسلحة الصيد، والتي أوقعت عددا من المصابين نتيجة هذا الاعتداء الذي تم عليهم. خرجت اللجنة طبعا ببيان الخلية الإعلامية، وسنستضيف بعد قليل إن شاء الله في هذه الحلقة أحد النشطاء في محافظة كربلاء من المساهمين في كتابة هذا البيان، وأيضا سيتحدث معنا عن النقاط التي ذكرها المتظاهرون في بيانهم، وكذلك عن الطلبات أو الشروط التي وضعوها في هذا البيان، وأيضا سنتحدث ونتناقش معه بالتفصيل. لكن نود أن نشاهد مع حضراتكم الآن مقطع وثقه ناشطون من محافظة كربلاء للذعر في ساحة التربية، وذلك إثر اقتحام القوات الحكومية للساحة. وطبعا هذا الاقتحام وهذه المحاولات مستمرة في محافظة كربلاء منذ انطلاق ثورة تشرين، فنشاهد. في ساحة الأحرار 12/5/2020. هذا الصدشم حاليا في ساحة الأحرار 12/5/2020. هذا الصدشم حاليا في ساحة الأحرار 12/5/2020. هذا الصدشم حاليا في ساحة الأحرار 12/5/2020. طبعا في قراءة مقتضبة للبيان، خلية الإعلامية لمتظاهري كربلاء قالت إن الأجهزة الحكومية والميليشياوية ما زالت تستخدم القوى المفرطة في تفريق المتظاهرين السلميين وانتهاك حقوقهم. أضافت الخلية الإعلامية أن قوات مكافحة الشغب استخدمت الرصاص الحي وبنادق الصيد، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين. واستنكرت الخلية الإعلامية لمتظاهري كربلاء الانتهاكات البشعة بحق المتظاهرين والجرائم المتعددة والمتكررة ضدهم في محاولة لإنهاء التظاهرات، المطالبة باسترجاع الوطن ومحاسبة الفاسدين ومحاكمة المجرمين. هذا كان اقتضاب للبيان الذي خرج على لسان الناشطين والمتظاهرين في محافظة كربلاء، وطبعا هو إدانة واضحة واتهام مباشر للقوات الحكومية باستهدافهم بأسلحة الصيد والقنابل الدخانية وإسقاط عدد من الجرحى. نتساءل لحكومة مصطفى الكاظمي التي توعدت بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، أين هذه الوعود؟ وكل يوم منذ تولي مصطفى الكاظمي منصب رئاسة الحكومة لغاية هذه اللحظة، كل يوم نرى عملية اقتحام وعملية اعتداء وانتهاكات تحصل ضد المتظاهرين من قبل القوات الحكومية والميليشيات في مختلف الساحات العراقية التي تشهد تظاهرات واعتصامات. كيف يمكن أن يحقق ما وعد به ونحن نرى أن هناك مخالفات لوعوده تحصل على الأرض؟ وهل ما حدث هو كان محاولة، هذه الوعود التي أطلقت هي محاولة لامتصاص غضب الشارع العراقي الثائر ضد هذه الحكومة وضد الأحزاب الحاكمة؟ هذه طبعا من الأسئلة التي نطرحها وننتظر من حضراتكم المشاركة والإجابة عليها. لدينا نشاهد مع حضراتكم الآن هذه الصور، هي للبيان الذي نشرته الخلية الإعلامية. هذا طبعا البيان رقم 1 كما تلاحظون أمامكم في الشاشة مشاهدين الكرام، للخلية الإعلامية لمتظاهري محافظة كربلاء. طبعا في بدايته عن الحديث عن هيبة الدولة وفرض القانون، ويعني اعتبرته اللجنة أنها أسخف عبارتين لتبرير قتل الناس وقمعهم. نشاهد الصورة الثانية والبيان الثاني أيضا الذي استكمله الثوار في كربلاء، تحديدا الخلية الإعلامية. هذه هي أيضا الصورة للبيان الثاني، وهذا هو نص البيان كما وردنا. طيب،
إذن مشاهدينا كما تتابعون، بهذه الطريقة يتم استهداف المتظاهرين وقمعهم على يد القوات الحكومية والميليشيات، بغض النظر عن التصريحات أو الوعود التي أطلقت من رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، لكن هذا لا يمنع أن هناك دولة كما وصفها بعض السياسيين الدولة العميقة التي تسير هذه الميليشيات وتحرك هذه القطاعات الحكومية بغض النظر من يصرح وبغض النظر من يعد. من معنا الآن؟ السيد عبد الرحمن من بغداد، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يخليك. بالنسبة للبيان، نعم، محافظة كربلاء عن عمليات الإجرام اللي صارت فيها وقتل القمع، نعم، عندنا مطلب مهم كلش، زين، عندنا استعداد انه نقدم مطالب، زين، نعم، فجينا بها ونبقى على مطلب الريم محاسبة نعم كل الجهات اللي شافت وقفت اوامر وقررت بقمع المتظاهرين، نريد الكشف عن الروس الكبار زين اللي دفعوا وراء ذول المجرمين اللي دفعوا المتظاهرين. نعم. نترجى من الحكومه الجديده اذا قدرت تسوي حل. نعم. نريد تدخل الامم المتحده، نريد نضيف هاي القضيه على الارهاب تعرف انها شخص واحد اذا قتلت شخص قتلت شخص هذا راح يصير انقاذ. هم ما قتلوا شخصين، قتلوا اكثر من 800 شخص. نعم. وعوقوا هواي عالم. اكثر 20,000 جريح. نعم. فهاي اجرام كلش. عبد الرحمن تحدثت في بدايه بيانكم، ذكر في البدايه عن هيبه الدوله وتطبيق القانون، ويعني ذكر في بداية البيان أن هذه هاتين أسخف عبارتين يمكن أن تستخدم لتبرير قمع واستهداف المتظاهرين أو العراقيين أو المدنيين بشكل عام. يعني أين هيبة الدولة؟ أين هيبة الدولة ونحن نرى الإيرانيين ونرى الأمريكيين ونرى جنسيات مختلفة بالعراق تصول وتجول وتتحكم بالقرار السياسي وبمصير العراقيين؟ وين هيبة الدولة؟ بالضبط، لا توجد أي هيبة للدولة. لو اكو هيبة كان قدرت فرضت هيبتها على العالم، انا اعرف انه القانون فوق الجميع. نعم. بس القانون فقط يطبق على الناس. عدة هويات شفناها من عدة دول، خاصة ايران اللي شفناها العمليات التصوير مال الجهات الاحزاب. وين الدولة؟ مثلا تفرض هيبتها تستخدم مشاريع هذا الجرائم اللي تصير في البارحة في ساحة التحرير صارت جريمة الثلاث شباب جايين يسخنون للساحة. نعم. القوا القبض عليهم من قبل قطعة نعم الاقتصاد لان هاي شنو القضية؟ نعم. يعني دولة تقتصد متظاهرين هاي الدرجة وصلت لنا ذلك؟ عبد الرحمن، حابب أسأل حضرتك أيضا عن موضوع تكليف مصطفى الكاظمي. أنتم شلون تشوفوه كمتظاهرين لهذا الشخص اللي جابته الأحزاب الحاكمة اللي طلع عليها العراقيين أصلا؟ يعني هل تتوقعون أن مصطفى الكاظمي حتى لو أعطى الوعود وناس أكو ناس تأملت به خير وتقول اعطوه فرصة، تتوقع أنه يمكن يشتغل أو يقدر يشتغل في ظل وجود على يسرته المالكي على يمنته الصدر خلفه قيس الخزعلي، شلون حيقدر يشتغل وهو محاط بهذه الاحزاب والميليشيات؟ ابدا 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 ما راح يقدر. الكلام مالته نفس الكلام مال عبد المهدي والوزراء اللي هم راح اسوي فلوس فيه وتوعد وما اعرف شنو ولحد الان هو توعد ومو في اي تاثر. نعم. ما نقبل فيه لان احنا من زمان اول ما طلعت تظاهرات اول يوم زين نحرك منعا باتا اي شخص غير مستقل. انت الاحزاب راح ترجع الاحزاب. نعم. لازم بس ما تستعرض الجهات المحتسبة لأن هذا العام غير هذول القاتلة تراضي ورفض خاص خاص وأبدا ما نقدموه له لأن يريد يسوي فيه قبل لا يتنصب رئاسة الوزراء قائد رئيس مكتب هاي القتل والقمع والإجرام صار يربح وقت ما تكون رئيس محافظة ماكش أفعل. نعم.
ومن المستحيل احنا راح ندعمها وراح نوقف فيها ابدا، راح تخرج عن طريق الاحزاب. زين، واحنا من زمان قلنا نريد القاب النقاب باكمل. نعم. الاحزاب والعقائم وكلها. مستحيل يكون واحد يسوي على الابد. نعم. الاقتصاد الكبيره والناس اللي وافقت اللي ذكرت السيد مقتدى ومنها المال العامر وغيره وغيره. نعم. فهذول حاطين عندكم ثقة بالقضاء العراقي أو بالقضاء في العراق، خلينا نقول القضاء بالعراق أحسن، لأنه من نوصفه بالقضاء العراقي نظلمه. هل عندكم ثقة بالقضاء اللي موجود بالعراق أنه ينصف قضاياكم ومطالبكم ويوقف وياكم ضد الأحزاب وضد الحكومات اللي تعاقبت على حكم العراق؟ من المستحيل نثق فيه، يعني شوكت نقدر نثق فيه؟ شوكت راح يوقف فيانا إذا يريد يوقف؟ الثوره صار لها 8 شهور، عقب الثوره، لان هي قبل الثوره ايش قال اجرام تصدقها؟ نعم. ما شفت احد ما طلع وقال قضيه، قاعد تفهم عن الناس اللي بتتحمل. يريدون يسوون شيء من البدايه، اول يوم صار بيسوي ذوق قام طلعوا وصاروا قالوا انت اي شيء بالعراق واي شيء صوت هو مطرد الناس الاحزاب. هم اللي جاي يديرون هاي الدوله، اصلا ما في دوله. يحكمون فقط احساب القتلة مويل الايران كيف؟ ما تحكم لحد هذا اشوفه في دولة. نعم. يكون عندها هيبة قانون محترم يطبق عن الجميع ما اشوف. نعم. بس تبغى تشوف القتلة. نعم. احنا شفنا اول ما اجى مصطفى الكاظمي كرم باللقاء اللي طلع به هو وعادل عبد المهدي، وعد بتكريم حكومة عبد المهدي كلها. وقال بأنه هاي الحكومة قدمت إنجازات وإحنا هاي الإنجازات لازم نوقف عندها، ووعد لازم تبقى هاي الإنجازات ونحافظ عليها، وتفاخر أنه هاي الحكومة حكومة عادل عبد المهدي أخذت درجة الممتاز بجدارة واستحقاق عن مجهودها وأعمالها ومنجزاتها. إحنا نريد نفهم إذا جاي هو دا يريد ينصف العراقيين وينصف المتظاهرين، شلون يكرم المتهم الأول باستهداف وسفك دماء العراقيين؟ قلت هذا شوي قلت لك انه هو اجى عن طريق الاحزاب ومثلهم زين، وهذول اكيد ما يقدر يقف ضده ولا يقدر يخشى عليه، لان هو اجى وشلون مثلا يسوي شيء اذا هو اجى عن طريق عبد المهدي هو اللي شرف. نعم. اللي شارك بقتل متظاهر اللي اعطى اوامر وقتله. نعم. يعني عادل عبد المهدي اطلبنا انه يتحاسب اللي هو كان المسؤول عن اكثر من 2 سنين. نعم. زين، والشباب هاي اللي راحت اللي نعم. عبد الرحمن، في سؤال الاخير لحضرتك، نواب و بالبرلمان بالعراق موجودين وبعض السياسيين وايضا نعم. محللين يقولون انه هاي اللجنه المختصه بمحاسبه او ملاحقه او معرفه من المتسبب بقتل المتظاهرين، هاي اللجنة طلعت أو أعلن عنها مصطفى الكاظمي حتى يخدر الشارع العراقي ويمتص الغضب، وهي مستحيل تقول منه اللي فعلا وقف خلف قتل المتظاهرين، لأنه هناك من يتحكم بها من الميليشيات والأحزاب. طيب إحنا شلون هسه نفهم أنه شلون حتتم طريقة محاسبة قتلة المتظاهرين إذا لا لجان حكومية مشكلة تنفع ولا وعود من مصطفى الكاظمي تنفع؟ برأيك شنو الحل الوحيد؟ الحل الوحيد هو حتى ماكو حل، يعني من المستحيل راح تشكل هاي اللجنه، وحتى لو شكلت مستحيل راح تكتب عن قتلة المتظاهرين. نعم. لو يريد هو كان ما 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 حسب عدد عبد المهدي في القاعده، كان قبض عليه. نعم. يعرف انه هو ارهابي. زين. نعم. شلون يكتب عليه من يريد يكتب؟ عن هادي العامري مثلا، لو عن قيس الخزعلي، لو عن مقتدى، لو عن الفري. سيد عبد الرحمن، بنقطة أخيرة، أغلب المحافظات الآن بالجنوب بدنا نشوفها بدها تعطي مهلة 25 يوم إلى الحكومة لتحقيق المطالب، وعندنا محافظة بابل دليل أن هم أعلن الثوار محافظة بابل سيطرتهم على المحافظة ومنعوا المحافظ من الدخول إلى المبنى الخاص به وغيرها. هل حتسيرون على نفس النهج بإعطاء هاي المهلة اللي هي 25 يوم، أو أنتم عندكم غير مهلة ربما، او ربما عندكم غير تحرك؟ احنا التحركات تقريبا شبه متفق عليها شاب. المهلات اللي اعطيناها هو بكل احترام العوائل اللي قالت لازم تكون مثلا
احترام راي الناس اللي وقفت الناس. فقالوا انتم مو من ما يصير انه قبل تكون عادي وهم تعطيه مهله زين حتى من الثاني حاطه باخذ اثنين وتعطيه مهله شو بيكون؟ هل فعلا هو راح يثبت وحدك نفس الوعد راح يسوي هالاشياء؟ نعم كلام كثير هذا تقبل تسوي شيء زين احتمال زين نعم راح مو ندعمه زين بس راح نشجع قدامك اللي قلت أو ما أنا أشكرك سيد عبد الرحمن من بغداد، شكرا جزيلا لك للمشاركة ولإيضاح بعض النقاط المتعلقة بالبيان الذي خرج على عن طريق الخلية الإعلامية لمتظاهري كربلاء. معنا السيد هاشم من النجف، تفضل يا هاشم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك أستاذ محمد؟ أهلا وسهلا، تفضل. الله يحفظك رحم الله والديك. والديك. تفضل يا سيد هاشم. بالنسبة للمظاهرات وبالنسبة لرئيس الوزراء جديد. والله هم هذول رئيس الوزراء هذا الطاهر سلمها قلت لك من حرام الحرام مثل ما مخابرتكم وقلت لكم ذولا هم كلهم حرامية وأكلونا. نعم. أو لا فادونا أو لا راح يفيدونا. سيد هاشم احنا يوميا نشوف من يوم اللي إجا وهو ده تحصل عمليات قمع وده نشوف انه كربلاء والنجف مستهدفات بشكل كبير جدا. يعني محافظة النجف شهدت مجزرة على يد القبعات الزرقية ومحافظة كربلاء كذلك، يومية عملية انتهاك من القوات الحكومية، قوات التدخل السريع، ميليشيات غيرها. وهاي الأماكن اللي هي وصفها بالعراق الآن المدن المقدسة باعتبارها تحتوي على أضرحة دينية وأيضا هي مركز للمرجعية بالنجف، كل هذا دي يصير أمام أعين هاي الجهات الدينية وأماكن توصف بالمقدسة، ونشوف إراقة الدماء بهاي الطريقة اللي هي ما بها لا احترام للإنسان، لا حياة الإنسان ولا حتى لقدسية المكان أو المدينة اللي هم بيها. يعني شنو الطريقة أو الإجرام اللي ده تتعامل به هاي الحكومة وميليشياتها مع المتظاهرين؟ خويا بالنسبة هذول المرجعية ما تحكي خويا، المرجعية من تفاضل. والله المرجعيه هاك مالاتك، هاك التسيد فلان مالاتك، حزب فلان هاك مالاتك، واحنا واقعين بالنص، لا محصلين هاي لا محصلين دي. وانتم اهل النجف تبعدون عنها كم متر؟ احنا اهل النجف خويا محصلين من النجف، احنا النجف للحراميه، النجف لايران، النجف فريق، يعني محصلين المطار للعمايم وذاك للعمايم، واحنا في جماعه حصلنا النجف اكلوه. نعم. احنا النجف شو محصل؟ احنا بس صيد، كل شيء ماكو احنا، احنا بس صيد ترى كل يوم محصلين. نعم يا سيد. انا خويا كله قلت لك انا. نعم. انا مثل ما قلت لك خويا كم موزعيها حصص، كل واحد وحصته. كل واحد وماخذ له من عنده صفحه، هذا حزب الفلاني وهذا حزب الفلاني، واحنا كل يوم محصلين، الطرق سادينها. والشوارع قاطعيها وذاك لطب وهذا تطلع خاف المظاهرات ترجع، اما ليش ذاك الكارونا لا في هاي؟ هم قاطعين الشوارع وسادين الوادي وكارونا كارونا حتى المظاهرات ما ترجع. لا هو المظاهرات الاحتجاج. ومن تطلع يستهدفوك بالرصاص والقنابل الدخانيه وغيرها. انا عندي مريض استاسيس بالدكتور، سادين البوابات، سادين الشوارع كلها صبات، سادين دوريات جايبين، قاطعين الشوارع خاف واحد يروح المظاهرات شو اسمه مكان اعتصام. نعم. الله وكيلك سادين الشوارع، لا في كورونا ولا انا اشتغل الرجال اشتغل الساعة، الله وكيلك كل شيء ماكو بالنجف، لا في كورونا ولا في كل شيء وهذا طريقنا هذا، بس هم ساديه خاف ترجع المظاهرات، يخافون من المظاهرات هم. نعم. وهم كلونا الله لا يوفق الاحزاب، والله لا يوفق الاحزاب. نعم يا هاشم. وكل من ماخذ له صفحه وكل من ساد له شارع والله يغلب عليهم، الله ومنزله الله عبد الله. شكرا جزيلا سيد هاشم من النجف، وضحت الفكره. معنا السيده ام ازهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احييك واحيي هاي القناه العظيمه وعامليها. اما بالنسبه للكاظمي اللي اجى هسه هذا رئيس وزراء الجديد، اذا نعم. هو صحيح جدي اول ما يقضي على على الاحزاب، إذا هو صحيح، لكن هو أول ما بدأ تكريم
تكريم هذا عادل زوية اللي هو قتل كل المتظاهرين، واللي قتل المتظاهرين، واللي اخذ فلوس المتقاعدين، واخذ فلوس رواتب الموظفين، بحيث احنا هذا الشهر ما اعطونا رواتب الا 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 لما راح هذا الكاظم يهددهم بالتقاعد، يلا انطوا 11 بالشهر، يلا انطوا تقاعد ونصه قاصينا. هذا يكرمون مجرمين. اذا الكاظمي ما يقدر يسوي شيء، كل اللي خطاباته كانت تخديرا الى الشعب. تخدير للمتظاهرين، تخدير الى كل الشعب، اللي انه هو راح ينطيهم كامل الحريه وينطيهم كامل اللي يريدونه. احنا امنا، احنا طول ما موجودين للاحزاب من هذه العامري الى المالكي الى مختار صدر الى كل هالزبالات الموجوده. العراق بس اللي صار اذا ما هذول ينمحون من البلد كلها. اذا ما ينمحون بوجود من؟ بوجود المتظاهرين الشرفاء، الناس الشرفاء الطيبه اللي هي تدافع عن بلدها من صدق، واللي تحب بلدها وتربطها من صدق. هذا اللي هو العنصر الوحيد اللي يخلصنا من هالشوكولات الموجوده من الكاظمي وغير الكاظمي. الكاظمي لو هو صح يريد يجدد ما في ما موجود من فساد، اول ما يروح يحاكم عادل مهدي بالسجن. هو الوزراء مالته، ويحاكم المالكي وذبه بالسجن لان باقي 12 سنوات باقي العراق، وحاكم هادي العمر اللي قتل المتظاهرين والخذالي، وحاكم هذول كلهم. يلا احنا نقول هذا صدق هو رجل الدوله، وهو يصح يكون رجل الدوله، لكن هذا كله هو ما سواه. طول ما هو ما سوى هذا الشيء لا فائده به، ولا نعترف به كرئيس وزراء، ولا نعترف بها كدوله هذه، لان هي راح ترجع مثل ما كانت. هذا إلك وهذا إلي، وهاي الوزارة إلك، وقاموا يقسمون شيعة وسنة وأكراد ومسيح إلى آخره. إذا العراق بس لشارة، إذا ما ينهض العراق بالمتظاهرين ويكون قدوة وحدة، وماكو أحزاب وماكو نواب وماكو. شكرا جزيلا سيدة أم أزهار، وضحت الفكرة. معنا السيد سعد من السعودية، تفضل يا سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا أخونا المقدم، وبارك الله في هذا القناة المباركة، وبارك الله في هذا الشعب العظيم. أنا عندي ثلاث نقاط على السريع إن شاء الله. أول شيء من ناحية الكاظمي، المجرب لا يجرب، 17 سنة الشعب وعى وعرف كل شيء. الشيء الثاني أن الشعب خلاص راد الحياة، وإن شاء الله بيستجيب له القدر إن شاء الله. وثالث شيء الأخوان اللي بتصل أمس، وأننا متابعين 24 ساعة للقناة هذه ولكل أحداث العراق، يقول له إحنا شعب واحد ترى، لا السعودية لا الكويت لا قطر، كل الشعوب وإن شاء الله واقفة مع هذول المتظاهرين إن شاء الله، في مطالبة بحقهم إن شاء الله، وإن شاء الله إرادتهم هي اللي بتغلب على هذه العصابة. بارك الله بك. والسلام عليكم. بارك الله بك سيد سعد، شكرا جزيلا. فعلا هذا اللي ننتظره إحنا من الأخوة والأشقاء العرب في كل البقاع العربية وكل مكان حول العالم، من تواجد للشعوب العربية فيه، واللي تساند وتآزر القضية العراقية، هو هذا المنتظر طبعا حقيقة، وهذا الموقف الذي يشكر طبعا عليه، تشكر عليه الشعوب العربية. معنا السيد زيد من بغداد، تفضل يا زيد. السلام عليكم. شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. والله أستاذ محمد، احنا نطلب من الكاظمي، والكاظمي ما يقدر يسوي شيء، ما يقدر يسوي شيء، وفاقد الشيء لا يعقل. هو ليش الكاظم منين اجى؟ هو من رحم هذه الاحزاب. كان عميل بجهاز المخابرات يعمل لدى الميليشيات، واجى صار رئيس وزراء. نقع بجاسم يجينا جسام، احنا الشعب العراقي احنا اذيه من 17 سنه صارنا بس اذيه. يعني هم استووا للمواطنين هاي باثناء الحظر هاي 80 يوم الناس حضر، ما قدموا لهذا الشعب ولو مساعده بسيطه، وكسروا عيونهم. دول عيب علينا نسميهم حكومه، ما نصير نسميهم حكومه، دول ناس خونه.
خوانا خيرنا رايح لايران وللدول. نعم. والله العظيم هذول سحلهم بالشوارع يكون ارحم واشرف. هذول كلهم كلاب لدى المحتل الايراني الامريكي. عيب علينا نقول حكومه، هذول مو حكومه، والشعب قال بس يتركون المرجعيه، والمرجعيه المرجعيه هي عز البلاء وعز الظلام وعز القهر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، شكرا جزيلا لك سيد زيد. معنا السيده ام احمد من بغداد، تفضلي يا سيده ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احييك استاذ محمد واحيي قناه الرافدين الوطنيه الاصيله. اهلا وسهلا. نعم، موضوعنا انه هل الكاظمي يختلف عن الحكومات السابقه؟ لا ما يختلف، هذا ما كان اسوء منها. لان قدم تنازلات هوايه الظهر اللي عبرت حكومته. نعم. اي فاحنا متفقين على هذا، لانه ابسط الشروط اللي وضعها المتظاهرين والابطال الثوره ما تتوفر به. طيب استمرار القمع يا سيدة ام احمد شلون تبرريه؟ يعني شلون تبررين هذا الاستمرار للقمع الحاصل الان؟ المهم هو لانه ما مستوفي الشروط، حزب الدعوه هو منتمي، ما موجود بالعراق، كان عنده منصب بالدوله، فهو نفس اللي سابقين، ايضا بدا حكومته على دم العراقيين. نعم. مثل محمد توفيق المكلف رقم واحد، والزرسي مكلف رقم اثنين، كلهم هيجي. نعم. فهو قدم تنازلات اكثر، فهذا نتوقع انه نهائيا ما يقدر يسوي شيء. احنا مشكلتنا بالعراق يا استاذ محمد. نعم. بثلاث امور اساسيه، اولا الدوله منو يقودها؟ سلطه عصابه. نعم. تابعه للاحزاب، واللي يدير البلد هي الميليشيات والعصابات. مو حكومه ولا مؤسسات. نعم. المشكلة الثانية الناس وبعض العراقيين اللي ديوالون هذه الأحزاب وينتمونها اللي تنتمي وتوالي إيران. نعم. والمشكلة الأخرى يوجد عندنا بعض العراقيين ليس لديهم قضية. نعم. من خلال اتصالات اللي كم يوم صار نستعرضها بالبرنامج، احنا متابعين للقناة، انه خلي نعطي مجال، خلي نشوف. أي. ما يصير هاي هنا تضعف قضيتنا. العراق ما إلى حل وحيد غير الثورة. نعم. والانقلاب على كل هذه النماذج اللي موجودة، والحكومة والعصابات والميليشيات والانتماءات، كل النظام مثل ما نقول نسقط النظام. يلا يكون للعراق حل، احنا نتأمل هذا وهذا، عين سوى عقود. هاي الأمور احنا نريدها، عيني راح أروح انسحب من الثوره، انطى عقد ما اعرف شنو، خلي يفهمون العراقيين انهم المسؤول من يقدم شيء للمواطن العراقي، هذا واجبه ومن حق العراقي. نعم. مو متفضل عليه، خلي يغيرون تفكيرهم العراقيين، بعض العراقيين. نعم. العراق ما يخلى، هاي الثوره المضيئه ما عندنا حل. سالت حضرتك كم ضيف. نعم. انه شنو الحل؟ الحل هي الثوره، ونبقى اصرارنا ومتمسكين، ونكون عندنا قضيه، قضيتنا ارجاع وطننا. نعم. او طرد كل هاي الحكومه بما فيها من احزاب وميليشياتها، يعني بعد حتى بدل كرهنا كل عمامه. نعم. كرهنا كل رجل دين، خلطوا المفاهيم كلها. انت يا رجل دين شو تسوي بالسياسه؟ نعم. شو تسوي قاعد انت بمؤسسه؟ وهذا الكاظمي ملخص القول حاله حال اللي سبقه، وما عندنا حل وخلاص الا بالثوره. يا عراقيين اطلعوا، يا عراقيين للسكتون. نعم. حتى نرجع بلدنا، مهما هم خلونا يا تراب فرغوه بعد ما بي اي خيرات، قضوا على الزراعه، على الصناعه. نعم. على كل شيء عندنا ما خلوا، خلي يطلعون. نعم. احنا نبني بلدنا، يعرفونا يا بس هيك فارغ، احنا نعرف العراقيين، احنا للحضاره، احنا مهبط الرسالات والانبياء، صح لو لا؟ نعم. احنا اللي كنا نساعد الدول، ما احنا جايين منتظرين الدول الاجنبيه تجي تبني لنا، لو ايران، لو ما يعني ما عندنا غير الثوره. نعم. خلي العراقيين يكونون اصحاب قضيه. شكرا يا سيده ام احمد، وضحت الفكره، شكرا جزيلا. معنا السيده ام نور من الديوانيه، تفضلي يا ام نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم وأشكر على قناتكم هاي الشريفة. أهلا وسهلا. أخويا الكاظمي هم يصير مثل ربعه قبل الحرامية.
نعم. لو يسعد الشعب هذا المظلوم الراحة تصاب حقه. نعم. تشوف العراق تجوع بالقوم. سيدة أم محمد، سيدة أم محمد نص صوت التلفزيون لأن ما دا أسمعك واضح. أم نور، أم نور عفوا. أنا صار أقول لك مثل رب ما حد سيدة أم نور أنا أعتذر منك، الصوت غير واضح متقطع، إذا تقدرين تحاولين تتصلين مرة ثانية ويا ريت تنصين صوت التلفزيون تماما حتى لا يكون اكو صدى صوت. نعم انا اشكرك، حاولي اتصال مره ثانيه سيده ام نور لان الصوت غير واضح يتقطع ما افهم شيء. شكرا جزيلا طبعا للمشاركه وننتظر اذا تقدرين تخابرين مره اخرى. طيب نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. ساحات اعتصامات المثنى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفوهم انهم مسؤولون. اولى تعهدات ثورة تشرين الحرة القضاء على منظومة الفساد التي انهكت قوى البلد وصيرته مرتعا للطامعين المخربين الناهبين لمقدراته. وعليه وعلى وجه الخصوص يعلن ثوار محافظة المثنى اعطاء الحكومة الحالية 25 يوما من تاريخ 12/5 لتحقيق الاتي. اولا تقديم قتلة الثوار السلميين العزل للقضاء العادل لينالوا جزاءهم. ثانيا اتمام قانون الانتخابات والمصادقة عليه بأسرع وقت. ثالثا تحديد موعد مبكر لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف القضاء والأمم المتحدة. رابعا إقالة الحكومة المحلية المتمثلة بالمحافظين ونوابهم والمدراء العامين ورؤساء الهيئات الذين طالبنا بإقالتهم سابقا لأنهم نتاج المحاصصة التي أوجدتها الأحزاب الفاسدة. هذا ولا مناص من تحقيق أعلاه سوى أننا منتفضون ثوار محافظة المثنى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نشاهد مع حضراتكم الآن لقطات مصورة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سرادقا جديدا في ساحة اعتصام مدينة السماوة مركز محافظة المثنى بهدف إعادة الزخم للتظاهرات حتى تحقيق جميع مطالبها الوطنية، فلنشاهد. نستمع الآن إلى رأي السيد أبو ياسين من ديالة، تفضل يا أبو ياسين. حياك الله أخي محمد. أهلا وسهلا، حياك الله. أخي محمد كل واحد يثق بوعود مصطفى الكاظمي لو جاي لو يجهل. هو أسوأ من عادل عبد المهدي، وهذه رسالة واضحة للمتظاهرين تكريم عادل عبد المهدي. إنه هذا البرنامج مستمر. نعم. هذا حال حال سابقاته. أما بيان لجنة ما مثلنا من العيون المخزي. مو هذه اهداف الثوره، مقابلها سبقه بيان مقتدى صدر مال 100 يوم وجرت لحد اليوم. فاقوال هاي اللجنه ما في داعي، انت من طلعنا اسقاط حكومه برمتها، هاي اللجنه ما فيها داعي. تقصد ما بس فيها بس اي مجال. يا لجنه؟ مال هاي اللجنه 25 يوم مال الحكومه. انت تشوف انه هي ما لها داعي. لانه هو هذا مو هدف الثوره، هدف الثوره اسقاط حكومه كامله. لا كاظم ولا غير كاظمي، انا اعطيه هدنه هذا مقتدى صدر بال 2011 في شباط هم صار 100 يوم واستمر القمع لهذا يومك ما غيرنا شيء. هذا هدف هو هدف الكاظم وغيره اباده الشعب اخوان لا تنخدعون. وبعدين من المعيب جدا اسمع اصوات ترحب وتبارك برجوع الاسدي اخوان الاسدي هو لا موت يتحاشى حاله القمع ما تصنع من جميل الشمر وغيره اخوان
اجتمع انفسكم، وانا خليني اذكركم انتفاضه المحافظات الغربيه بليبيا اللي طلعت، طلعوا على مبدا حقيقي واستشهدوا واستشهدوا برضو على مبداهم، وشفتوا القمع مع الحكومه حتى من ثلاثة الظرفه، فاخوان المبدا من يجب لازم تبقى ثوره عارمه بعد هذه الفتره، المرحله الثانيه يجب ان تكون تقليديه اكثر، انت شو تسوي من 25 يوم؟ وش يقدم لك الكاظمي؟ اخوان كنا دوله مباركه ايرانيه هسه اعلام مزدوجه مباركه امريكيه وايرانيه، فش تحصل من هاي الحكومه اخوان؟ لازم القضاء على الحكومه مال هتلر وغير هتلر هذا ما لي داعي، هذا دمار سوداء وين راحت؟ على 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 مال من؟ هذا 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 الانتهاكات وينه؟ قطع لهم يستلم حكومه الكاظمي، هل انت شفتوا المجازر مال كربله وقبلها مال التحرير والسلك، هذا تبقى تبر لا تستمر. هو لمن يقول التابع القتلة الكامل طيب انت ليش تتابع المؤتمر المامور تابع الامر المامور هذا حقب نار ثلاثة سنة بس يمك اليوم اللي هو يمك الموجودين اللي هو العاملي ولا الخزعلي ولا الصديق ولا قائد عمليات ولا وزير الدفاع ولا وزير الداخلية هاي الشوبة عليهم تضحكون تضحكون على ناس تدك فاخوان تظاهرين هذا مو حلو لا هجده ولا غفل على كل الحكومة برمتها إلى أبعد أقل مدير عام وان كل اللي قدموا لها اليوم قال لك نعم السنة وراح تطبق بس بعد سنة اليوم احنا برمضان المبارك 20 يوم انطونا حصة هاي كورونا اليوم بدك مثال ثاني انطونا اخوان هذه مو حكومة هذه ديول هذول أجناد احتلال هذا نجب قضاء عليهم السيارات تسمع وتمرح بغداد وبالنجف وغير النجف انتوا شنو حلوكم؟ يعني انتم مجرد قاعدين تشيعي اخوان اتق بالله العظيم ان كان شيعي او صابي او سني وشو اللي قدمه يا اخي السنه؟ ارانب انجت من دولة اخوان انتبهوا انتبهوا على وطنكم وعدوا ما لازم ما في بلاد على هاي ال 800 و 700 شهيد على مال من راحوا وراحوا شو يقول لاهلهم وشو يقول لامهاتهم وشو يقول لدمائهم وشو يقول للعراق اخوان هذا اللي ابن عيب واتحبوا كلامكم واحتفلوا للشعب أيضا. شكرا جزيلا يا سيد أبو ياسين من الديالة. كلام سيد أبو ياسين حقيقة هو أيضا وجهة نظر جدا مهمة أن ينظر إليها بعين الاعتبار. الأحزاب والحكومات اللي ما قدمت شيء على مدى 17 سنة للعراقيين ما ممكن تقدم لك شيء بخلال 25 يوم. هم مو سحرة، هم داخلين في أزمات وضغوط شديدة اقتصادية وغيرها، ما راح يحققون للعراقيين اللي يتمنوه في ظل او خلال 25 يوم فقط. فرساله من السيد ابو ياسين من الديالة الى لجان التظاهرات المنتشره في المحافظات اللي بدها تعلن او تعطي هاي المهله، انتم بدكم تتشبهون بمقتدى الصدر او غيره اللي يعطون مهل للحكومه وتطلع هواء في شبك. بلا هاي المهل وانتم قضيتكم هي اسقاط النظام، يعني انت تعطي مهله حتى يصلح من نفسه، هو فاسد، هو جابت احزاب فاسده. هكذا يرى السيد ابو ياسين من الديالة، وهذه هي الرساله التي وجهها الى الثوار. معنا السيد ابو مصطفى من بغداد، تفضل يا ابو مصطفى. هلا السلام عليكم، شلونك استاذ؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. ان شاء الله وسلم. قناه الخير وقناه البطله الشريفه المناضله، الله يبارك بك. زين انا من 2007 عقد، نعم، من 2007 عقد وزاره التعليم العالي، من كان على دي وحسين الشهر الثاني وذياب العجيلي، ولحد هالساعه يعني صار لنا 11 سنة عقود، تجي موظفين يعني بليلة الظلمة يجي ثاني يوم ثالث يوم متوظف على الملاك الدائم واحنا ظالين. نعم. زين؟ والله العظيم تقريبا 30 مواطن 30 نفر بوزارة التعليم العالي بالنهرين من 2000 نعم. من 2000 من 2009 من 2009 و 2008 ولحد هالساعة. زين؟ نعم. صار جماعة علي جسمه علي ديب وزير التعليم العالي علي ديب ولحد الان يجيبون من هناك مربوحهم ويمشون نعم. واحنا بس ضالين ويدقون علينا شغل واحنا على الخدمات وعلى نعم. الصيانه زين الشغل كله علينا الحدائق الدنيا نعم. وعمارنا يعني تجاوزت الخمسين نعم. وبفوق الخمسين وقلل الخمسين نعم. يعني احنا وين نروح يعني ما ادري يعني هاي الحكومه يعني ما تفكر بينا يعني احنا نعم. ما عندنا اطفال يعني ما عندنا يعني هم عندنا عوايل وشن هن 350 اللي بديناك يعني يوميه دوام يعني احنا بدنا نشوف حضرتك كنموذج يا ابو مصطفى. الان حضرتك من 2007 دا تقول الى اليوم، يعني مرت عليك حكومه المالكي وعادل عبد المهدي وحيدر العبادي وكل شيء ما تحقق لك. يعني
والله استاذ المالكي، المالكي من 2014 ملك كافة العقود بالوزارات زين. جانا واحد رئيس جامعة اسمه الأسدي، كان جامعة مصفرية زين، عينوه بالنهرين، ظلت شهرين ثلاثة أشهر مدري سنة، جاب جماعة 400 واحد من جامعة مصفرية ملكهم، رجعهم نقلهم، وإحنا باقوا كل درجاتنا يعني من وين نروح. أنا أشكرك، يعني أنا أشكرك يا أبو مصطفى من بغداد، وضحت الفكرة. يعني أبو مصطفى نموذج للي دا نتكلم به مشاهدينا الكرام، واللي طلعت من أجل ثورة تشرين، هي ليست قضية تعيينة أو ما تعيينة، لا، هي قضية أنه هو مر على ثلاث حكومات أو أربع حكومات، المالكي الأولى والثانية، ووصولا إلى هذه الحكومة، حكومة الكاظمي، طيلة هذه الفترة وهو لم يثبت على الملاك، ولم يثبت بأوراق رسمية في الدولة، وبإمكانهم بأي لحظة ينهون خدماته، وهو يعاني من هذه المشكلة. ثلاث حكومات، وكل واحد يجي يعد العراقيين بشيء آخر، بشيء مختلف، يعدهم بالحياة المزدهرة وبالاستقرار وبالرفاه الاقتصادي وغيرها. ثلاث حكومات، يعني حتى لو نقول مثلا أنه هو بس بحكومة المالكي ممكن نتكلم ونناقش بهذه القضية، لكن ثلاث حكومات متعاقبة وأربع حكومات الآن صارت، أربع شخصيات، ولم يحقق أحد منهم العدل والمساواة في هذه القضايا الإنسانية، فما بالكم بقضايا أكبر، قضايا شائكة، قضايا متعلقة مثلا بإعمار المناطق المدمرة أو النازحين أو المعتقلين أو النظام الصحي أو غيرها. هذا هو ما جناه العراقيون طيلة هذه السنوات التي مضت. آخر المتصلين أبو فيصل من السعودية، ثم بعد ذلك نقرأ الرسائل. تفضل يا أبو فيصل. نعم فضلك. السلام عليكم. حاج أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك محمد، تحية للمتصلين، تحية للقناة وكادرها الطيب. بالنسبة لحكومة مصر، هي أنا ما أعتبرها حكومة، تغيير وجوه بس، ولا هي نفسها العادية أستاذ محمد، نفسها الأول، لأنه هو أول نسبة هو حصر السلاح في الدولة، وهذا لن يفعله، هو يعرف، هو إذا حطوها ممكن يشيل. وفي مناطق العراق أصلا لا هو ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس النواب، أصلا ما يدخلون، هذا ثلاث قياد على الله، والمناطق التابعة ملفه ليس في العراق اصلا، هذه تابع السوريه حزب لبنان. فهذه انا حاجه اول شيء الثوره، هي الثوره هم جابوها لانقاذ السياسيين والفاسدين، المصطفى الكاظمي ليس لخدمه الشعب وانما التسويف، وعلى اساس انه في حكومه واستجابه، وهو هو لا يلبي لا مطلب الشعب وانما يلبي مطلب السياسيين الفاسدين. فهم يعرفون ان الشعب سوف يقتلعهم كلهم. تحيه لك. شكرا جزيلا سيد ابو فيصل من السعوديه. نقرا فيما تبقى من وقت الرسائل الوارده مشاهدينا الكرام. نبدا من اول رساله لدينا. سيده ام محمد تقول: السلام عليكم. بعد التحيه حنختصر قدر الامكان من الرسائل. تقول: انا ام محمد من الانبار، نطالب الرئيس الجديد بالعفو العام عن المساجين، صار ست شهور انا ما شايف ابني، نطالب الحكومه بالافراج عن المعتقلين والسجناء. في رساله السيد ابو حاتم من الموصل بعد التحيه والسلام يقول: العراق يحتاج إلى رئيس قوي وشجاع وشجاع واحد، صاحب قرار صارم لا ينام الليل، ويحتاج إلى جندي شجاع يحمي الحدود العراقية، وشرطي واحد يحمي المواطن العراقي بشجاعة، وقضاء عادل يحمي الدولة والمواطن ومتابعة مفاصل الدولة. إذا توفر ذلك أبشر الخير، وغير ذلك مرفوض، والسلام عليكم. رسالة تقول: أين الوعود اللي وعدها الكاظمي بعدم التعرض للمتظاهرين، واللي دشوفه هسه غير الوعد في ساحات التحرير؟ أين هيبة الدولة والقوات المسلحة تضرب المتظاهرين والميليشيات المسلحة؟ يعني هم تضرب المتظاهرين. في رسالة مقابلة مع دكتور عراقي الجنسية، عراقي جنسيته أسترالي، طيب هذا الموضوع ما يخصنا، لا يتعلق بالقضية العراقية أصلاً. يقول: السلام عليكم أخي، أنا طالب بالعفو العام، حسبي الله ونعم الوكيل. أخوي صار له 13 سنة في سجن النصرية، ما حد حس بالسجناء، الله لا ينطيهم الحكومة، إن شاء الله يصير بيهم كورونا مثل ما تعذبون السجناء، الله يفرج عن كل المعتقلين. السيدة أم أنس شكرا لك. في رسالة لدينا: السلام عليكم أستاذ محمد، أنا أبو محمود من الرمادي، نطالب من حضراتكم بإيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة. والله يقول: والله نتأمل خير أنه يفرحون قلوب الأمهات وآبائهم وأطفالهم، والله محرومين أكثر من 4 أعوام،
نطالب من مصطفى الكاظم أن يفرح أطفالهم وإحنا مقبلين على عيد الفطر المبارك. في رسالة: السلام عليكم، السيدة أم محمد تقول بعد التحية: نناشد أهل الرحم وأهل الغيرة من العراقيين ينطون عفو عام وينطون ويطمنون على أولادنا، والله صار خمسة أشهر ما ندري إيش حالهم، خلي بس عاد يطمنون عليهم ويخلوهم يخابرونا ونسمع صوتهم. في رسالة: لدينا صورة لجسد معذب حقيقة أحد العراقيين، يقول: السلام عليكم أخوي، يعني زوجي سجين بسجن التاجي ونطالب بتفعيل قانون العفو العام قبل العيد، والله زوجي من التعذيب بصموه على اعترافات مزورة وأخذوه من وراء المخبر السري، وأرجو عرض الصورة شلون يعذبون السجين. صورة حقيقة قاسية جدا لجسد عليه أثار تعذيب شديدة للغاية حقيقة ومؤلمة، ليس باستطاعتنا أن نعرضها الآن، ليس هناك قدرة على عرضها في الوقت الحالي. في رسالة لدينا أيضا، هناك من يقوم بإرسال مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو لا يسعنا عرضها أخيرا، من السيدة أبو زينب أو قبل الأخيرة، يقول: محمد الله يسعدك، إذا قلت كاظمي الأحزاب ما ينجح نهائيا، قتل المتظاهرين حرام، إذا بقي ويا أين شو مدى أفهم حقيقة، مدى أفهم تماما، وين الأحزاب الفاشلة أبو العدس وأبو الفافون والعامري، إذا ما يطلعون ماكو بإيد مدى أفهم يا سيد أبو زينب، كل شيء ما واضح من الرسالة. شكرا لك للمشاركة. آخر الرسائل: نطالب بالعفو العام وعن جميع السجناء، نطالب الكاظمي بالنظر إلى السجون التي تعاني من الاكتظاظ وكثرة الأبرياء اللي بداخلها، والله المعتقلين انظلموا كثيرا، حسوا بالسجناء، والله قلوبنا احترقت على أولادنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.